في الحياة ضروري من وجود شخص ينصت إليك، يرشدك، يوجهك، يشحنك بطاقة إيجابية، يسحب كل طاقة سلبية منك. ضروري من الفضفضة لكي ترتاح. لا تجعل المشكل دفينا بداخلك، لأنه سيتمكن منك. كلما أخرجته إلى أرض الواقع ستتغلب عليه أكيد. في كل تواصل عبر اتصال هو في الأساس تواصل روحي وتبادل طاقة، سحب طاقة سلبية، الشحن بطاقة إيجابية، كما يحصل في الجلسات الروحية وجلسات التدليك التي تتم بشكل صحيح. إذن إلى كل شخص يريد أن يفرغ مشاكله أو يريد شخصا ينصت إليه مع توجيهات وإرشادات، فليتصل بي على الرقم الموجود في الأسفل، رقم الواتساب. في انتظار مكالماتكم، دامت لكم السعادة والأمان.